ومعنا ايضا اتصال نشوف روضه، الاستاذه روضه بن طالب، وهي مديره الاعلام المرئي بمؤسسه رسالتها الاعلاميه. نقول السلام عليكم استاذه روضه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. جزاك الله بالخير، يا هلا والله وسهلا، وسعيدين بتواصلك معنا اليوم. ودنا بدايه برنامج رواء هو احد البرامج المخصصه للمراه وقادمه على شاشه المجد، وش معنى هالاسم اللي هو سميته فيه برنامج رواء؟ نعم، رواء ياتي بمعنى استقاء، فكانت سبب التسميه ان المراه التي لها رواء ستروي بيتها ومجتمعها بالعطاءات والانجازات والمشاعر الباعثة على السعادة والفرح، فكان هنا سبب التسمية هي أنها ستروي وبالتالي ستملأ بيتها ومجتمعها بكل هذه التميزات والعطاءات. ما شاء الله تبارك الله. طيب البرنامج، يعني أكيد كل البرامج دائما في هدف رئيس قامت عليه فكرة البرنامج، وش هدفكم الرئيس يعني اللي تواجد فيه فكرة هالبرنامج اللي هو برنامج رواء؟ نعم، عادة عندما نقوم بداية بناء الفكرة لأي برنامج نبحث ونستقرئ المشكلات المجتمعية التي تكون يعاني منها الكثيرات خلال المجتمع، فوجدنا أنه الكثيرات تعاني من تراكم الأعمال، التسويف، النسيان الكثير من المهام، قضاء البعض منهم لفترات زمنية طويلة جدا على الشبكات الاجتماعية أو مشاهدة أفلام ومسلسلات، فيضيع اليوم كله من دون إنجاز. فجاءت الفكرة الرئيسية في البرنامج لترسيخ مبدأ التخطيط اليومي، وذلك باستخدام عجلة الحياة لعمل توازن لجميع أدوارها، فلا تكون ناجحة في دور محدد وتكون فاشلة في الدور الثاني. طبعا في أهداف مصاحبة منها حل بعض المشكلات الاجتماعية، ترسيخ ثقافة الحياة الصحية. هذه إيش الفقرات اللي موجودة في البرنامج ولا إيش؟ أي نعم، أي نعم، هذه الفقرات نفسها أهدافها. تفعيل التواصل الأسري عبر بعض التطبيقات الاجتماعية. طيب الآن في البرنامج وفقرات، أنت يعني ذكرتي بعض من أهداف الفقرات، في فقرات لها أسماء، أنا شوف ما شاء الله تو في المقطع قاعد يعرض، والبرومو الموجود لبرنامجكم في طابخ، في زي خياطة، في أشياء مختلفة ما أدري شفتها. وش الفقرات الموجودة تحديدا في البرنامج؟ نعم، طريقة العرض اللي استخدمناها هي طريقة مبتكرة ومميزة جدا ومناسبة للهدف الرئيسي اللي هو التخطيط، فكانت طريقة العرض على شكل أجندة بحيث أن كل صفحة تفتح تكون مجموعة الفقرات تتوزع على جميع جوانب الحياة، فمن الفقرات بك أصبحنا، كنا هكذا، هي عبارة عن شخصيات مميزة، تكتيكات منزلية، تسديد دخول المطبخ، زوارة صح، أسلوب حياتي، من خاطري، قلبي هنا، فحاولنا التنويع بحيث أنه كل جانب من عجلة الحياة يكون معها فقرة من الفقرات. جميل. البرنامج فيه يمكن اختلاف عن غيره من البرامج هو عدم وجود مذيع يقدمه بشكل أساسي وواضح. إيش الفكرة الموجودة في البرنامج؟ إيش العنصر الجذب الموجود عندكم؟ عدم وجود المذيع كانت طبعا تعتبر صعوبة بالنسبة لنا، فلابد أني أبث في البرنامج أشياء مميزة وجاذبة للجمهور، فكان منها أنه استخدمنا ألوان الباستيل في ثيم البرنامج، وبالتالي هي ألوان دارجة جدا ومحببة للمرأة. استخدمنا الرسم في الفقرات بقالب نسائي بعيد عن التكلف الرسمية وفيه بساطة شديدة. استخدمنا الموشن جرافيك وهو يعتبر خاصية تحريك جدا جاذبة للجمهور بكل أطيافه. وضعنا عبارات محفزة وجمل مصاحبة بحيث أن تضيف جمالية البرنامج وتعتبر من أقوى عناصر الجذب في الفترة الحالية. جميل. طيب الآن بسألك عن البرنامج من خلال محتواه، دائما في البرامج يعني فيه استضافات، فيه شخصيات تكون متواجدة، في مؤسسة، أنتوا برنامجكم استعنتم بشخصيات متخصصة أو مؤسسات معينة؟ نعم، تم عقد شراكة مع مؤسسة آسيا الوقفية. أيوة. بحيث تشارك مستشارات من المؤسسة في إعطاء حلول لبعض المشكلات اللي طرحناها بالبرنامج. ما شاء الله تبارك. أيضا تم عقد شراكة مع معهد تدبر
للمشاركة في فقرة قلبي هنا، وهي فقرة تدبرية متخصصة في آيات مختصة بالمرأة. أيضا استعنا بمختصة وفاء ناصر، وهي شيف متخصصة في الطبخات. جميل. كم عدد الفريق معاكم النساء اللي عمل في برنامج رواء؟ طبعا احنا نفخر جدا ان البرنامج هذا يعتبر تنفيذ وانتاج بفريق عمل نسائي كامل 100%. ما شاء الله. عمل في البرنامج اكثر من 25 امراه. ما شاء الله. من مصورات، مختصات موشن، مختصات مونتاج، رسامه، معدات برامج، اخصائيات اجتماعيات، كاتبات، اديبات، منسقات، معلقات صوتيات، بالإضافة إلى فريق التسويق، وأيضا بالإضافة إلى العديد من سفيرات للبرنامج موجودات في مختلف مدن المملكة. الله يقويكم ويعطيك العافية أستاذة روضة بنت طالب، مديرة الإعلام المرئي، مؤسسة رسالتها الإعلامية. نشكرك جزيل الشكر، وتمنى برنامجكم ولكم التوفيق، ونشوف إن شاء الله قريبا على شاشة المجد. يعطيك العافية، شكرا لك يا روضة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.